شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام اساطير كره السله في مصر والعالم العربي، كابتن عماد محمود الرأي العمده الرأي، كابتن امام عبد البديع كابتن ميشو، وطبعا كابتننا الكبير كابتن محمد سيد سليمان السلعاوي، وطبعا استاذنا الكابتن طاهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من صاله الشباب والرياضه بالسادس من اكتوبر، ونقل جيم 4 على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي ما بين الاهلي والاتحاد في كلاسيكو جديد لكره السله المصريه. تشكيل الفريقين سريعا، الاهلي عمرو زهران، مؤمن خيري، عمر عزب، ايهاب امين، مروان سرحان، سيف سمير، احمد مهيب، احمد اسماعيل، مايكل تومسون، ابو النصر، وعمر طارق، القياده الفنيه للسنيور اوجستي جول بيبوش. اما نادي الاتحاد دولا ويوسف شحاته، مصطفى صنفوده، دومينيك جونسون، هيثم كمال، حاتم بحيري، ميدو طه، انس اسامه، يوسف شوشه، احمد ابو العلا بيبو، ياسر صالح، علي محمد علي، والقياده الفنيه للهير هنريك رودل. حكام المباراة البنمي أنايا فريلي واللاتفي أوسكار لوسيس وجوني باتيستا من بورتريكو. الستارت لاين أب للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، مايكل تومسون، عمرو الجندي، عمرو زهران، عمر طارق البيج أو، والبوب إيهاب أمين. أما الستارت لاين أب للنادي الاتحاد دولا، هيثم كمال، أنس أسامة، يوسف شحاتة، ودومينيك جونسون، والحيازة للصالح دومينيك جونسون الاتحاد. بداية المباراة على بركة الله، بداية أحداث جيم 4 والكوارتر الأول، دولا في بداية الهجمة للاتحاد يعمل بيك أند رول، يسلم لأنس أسامة، أنس لدومينيك جونسون، دومينيك في البنتريشن يطلع كيك أوت ليوسف شحاتة على الميديم شوت، شوت نجح في تسجيل أولى نقاط الاتحاد والمباراة. إيهاب أمين يسلم لعمرو الجندي، يقوم بدور البوينت جارد لكن يسلم مايكل تومسون، مايكل تومسون يعدي بالملعب، مايكل يبدأ الهجمة، يسلم للبيج أو عمر طارق، عمر يسلم لإيهاب أمين، إيهاب بالسكرين مع عمر طارق، أولى الثلاثيات البوب إيهاب أمين لكن لا ينجح في التسجيل، وتأتي معها أوتسايد للصالح نادي الاتحاد. مباراة قوية، مباراة عصيبة، نتيجة اللقاءات حتى هذه اللحظات 2-1 للصالح النادي الأهلي. دولا في السكرين مع أنس أسامة، يسلم لأنس أسامة، أنس يعدي ناحية اليمين، عايز يعمل بنتريشن مع عمر طارق، ينجح في الباور لاب إنه يسجل نقطتين لكمان للصالح النادي الاتحاد، 4-0 للصالح النادي الاتحاد. مايكل تومسون في بداية الهجمة الأهلوية، مايكل يتولى رقبته مان تو مان نادي الاتحاد والبيج أو تحت الباسكت، لكن أولى الفاولات على عمر طارق والاوفنسيف فاول على عمر طارق، اول اخطاء الشخصيه على النادي الاهلي واول اخطاء الشخصيه على عمر طارق. دولا يبدا الهجمه للاتحاد، مان تو مان لازال للنادي الاهلي، ياخذ سكرين من انس اسامه، يقف في البيك اند رول للانس، يوصل على طول لدومينيك جونسون، دفاع قوي من عمرو زهران قبل دومينيك جونسون، لدولا، لدومينيك مرة ثانية، دومينيك في البنتريشن يعدي، يطلع كيك اوت لأنس أسامة، يهوش، يروح، يعلق، لا ينجح في التسجيل، هيثم كمال على السكند شوت يحاول مرة ثانية ينجح في تسجيل نقطتين كمان وتو بوينت جديدة لصالح نادي الاتحاد، 6-0 فدقيقتين على أحداث الكوارتر الأول. عمرو الجندي 12 نقطة في جيم 3 ودي فاول وخطأ شخصي ثاني لكن المرة دي على هيثم كمال رقم 6، وأولى الأخطاء الشخصية على الاتحاد وأولى الأخطاء الشخصية على هيثم كمال. أوتسايد أهلاوي 14 ثانية زمن الهجمة. مايكل تومسون يسلم لإيهاب أمين، إيهاب ياخذ سكرين من عمر طارق، يعدي لازال دولا معاه عمرو الجندي، فيك رائع، يسلم لعمر طارق، عمر طارق يفتتح اولى النقاط للاهلي والاهلاويه بنقطتين عن طريق عمر طارق واسيست من عمرو الجندي. دولا يبدا الهجمه مره ثانيه للاتحاد، يوسع الملعب، يعمل السبيس عشان يلعب في الوان ان وان مع انس اسامه في البيك اند رول، يسلم انس اسامه وعايز يلعب ويطلع الكيك اوت عند دومينيك جونسون، دومينيك يسلم لانس اسامه تحت الباسكت في البلاي 1 ان 1 مع عمر طارق، يلف وارتكز بشماله في السيمي هوك، لا ينجح في التسجيل، مايكل تومسون في الديفنسيف ريباوند ويطلع لإيهاب أمين، إيهاب أمين في الأول ذا واي، يقلب الملعب لتومسون، تومسون للجندي، الجندي هوش، داخل الجندي، راح الجندي، سجل الجندي، نقطتين كمان يضيق بيهم الفارق، عمرو الجندي إلى نقطتين لصالح نادي الاتحاد، 6-4 لصالح الاتحاد.
سبع دقائق على متبقية على زمن انتهاء الكوارتر الأول. أنس أسامة. أنس مع عمرو الجندي يتولى رقابته بدل من عمر طارق. يلف أنس طلع كيك أوت لجونسون في البيز لاين. يوسف شحاتة يخترق يقف يطلع لأنس اللي هيثم. هيثم على الأوبن شوت في الثري بوينت لا يسجل على طول. يلم البوب بإيهاب أمين. إيهاب يسلم لعمرو الجندي. عمرو في الاوبن شوت على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يحاول معاه مايكل توبسون لكن يوسف شحاته في الاخير هو اللي سيطر على الريباوند. دومينيك جونسون فاضي خالص. هيثم جمال ينجح في تسجيل دنك ويعلي الفارق الى اربع نقاط لصالح الاتحاد. ست دقائق 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل توبسون. مايكل لا زال نادي الاهلي ونادي الاتحاد مان تو مان في طريقه الدفاعات. ايهاب امين في الدرايف على طول في اللعب بينجح بشماله ويسجل نقطتين كمان ويداعي الفارق الى فرق نقطتين لصالح نادي الاتحاد. انس اسامه يقود الملعب بدل من دوله يعدي قبل الثمان ثواني يبحث عن دومينيك جونسون. يستلم دومينيك جونسون ويبدل كده مع دوله في البوينت جارد. دومينيك جونسون مفتاح لعب يسلم لدولا. دولا في الاوبن شوت على الثري بوينت لا يسجل. البيج او على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. يهدى مايكل ويبدا الهجمه من اول وجديد للاهلي والاهلاويه. مايكل هاند اوف على طول مع ايهاب امين. مايكل ايهاب يحاول يعدي يسلم لعمرو الجندي. عمرو في الدرايف من الميدل يعدي عمرو لسه الكره في حوزه عمرو. عمرو في اللعب ينجح في تسجيل نقطتين واولى التعادلات ما بين الفريقين 8-8 تعادل اول لصالح الفرقتين. دولا البيك اند رول يسلم لانس اسامه. انس في الهاند اوف مع يوسف شحاته. يوسف شحاته على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات لنادي الاتحاد. ثلاث نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. 11-8 مايكل تومسون يعدي ويسلم لعمرو الجندي. يستلم مايكل تومسون الثاني نادي الاتحاد واخذ تعليمات يوسف شحاته بالضغط على مايكل تومسون من اول الملعب. مايكل تومسون لعمرو زهران. عمرو هاند اوف مع مايكل تومسون. سكرين لمايكل تومسون يحاول يعدي مايكل تومسون. كيك اوت على طول لعمرو الجندي. عمرو الجندي في الدرايف يسلم لزهران. زهران على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو زهران ينجح في التسجيل ياتي معها التعادل الثاني ما بين الفريقين. دومينيك جونسون وهجمه سريعه على طول. دومينيك يسلم لهيثم كمال تحت الباسكت واحد على واحد ومع عمرو الجندي. هيثم حاول يلف بالسيمي هوك يروح ويسجل نقطتين. مباراه سريعه حماسيه قويه شيقه. جيم فور واحد من اصعب الجيمات اللي في السيريس لفاينل الدوري هذا العام. عمرو الجندي ينتظر سكرين من عمر طارق. عمرو الجندي يهوش يسلم لزهران. عمرو زهران عمرو في الدرايف من الميدل. عمرو راح عمرو زهران لكن لا ينجح في التسجيل. يلم تاني سكند شانس رائع من عمرو زهران ينجح ياتي معها بالتعادل الثالث. 13-13 ثلاث دقائق واقل من و50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. يوسف شحاته في البنتريشن لوحده خالص ينجح في تسجيل نقطتين ومعها اند وان والخطا والفاول على عمرو الجندي. تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. اولى الاخطاء الشخصيه على عمرو الجندي اند وان ليوسف شحاته. عمر طارق يعود مره ثانيه يخرج وينزل مكانه احمد اسماعيل. عمر طارق واحد من التوب ريباوندر في جيم 3 بست ريباوند في احداث جيم 3 الماضي اللي فاز بيه النادي الاهلي 67-58. يوسف شحات على اند وان اول فري ثرو للفريقين. 15-13 فري ثرو غير ناجح او اند وان غير ناجح لنادي الاتحاد. يلم عمرو الجندي ويسلم لايهاب امين. ايهاب يطلع لعمرو زهران. عمرو زهران من البيز لاين في البنتريشن في الباك لاير بينجح في تسجيل التعادل الرابع. اربع تعادلات حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الرابع. 15-15 ينجح النادي الاهلي في التعادل. مصطفى حسام فوده يعود على ارض الملعب بدلا من دوله. دومينيك جونسون ورقابه لصيقه من عمرو زهران يسلم لهيثم كمال. هيثم في الوان ان وان مع عمرو الجندي يلف والفيد اواي بالستيب باك لا ينجح في التسجيل. يزق انس اسامه كده تخبط في ايده ايد احمد اسماعيل وتطلع اوت سايد طبقا لاشاره اوسكار لوسيس. تغيير ينزل بيبو ويخرج هيثم كمال من نادي الاتحاد. اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 15-15 ثلاث دقائق 24 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. دومينيك جونسون يسلم لبيبو. بيبو معاه للقبله الثقه من احمد اسماعيل.
البحث عن دومينيك جونسون في الاوبن شوت. لسه بقول دومينيك جونسون وعلى الاوبن شوت ينجح في تسجيل تاني الثلاثيات اربع محاولات 3 بوينت لنادي الاتحاد، ينجح في تسجيل اثنين بنسبه 50%. ايهاب امين يعدي قبل الثمان ثواني، ايهاب يقف ويهدى ويسلم، يقلب الملعب لعمرو زهران، عمرو زهران في الاوبن شوت من البيس لاين، ينجح عمرو زهران في تسجيل اولى ثلاثياته اللي نجح في المباراه الماضيه في تسجيل اربع ثلاثيات كانت لهم الحسم في هذه المباراه. مصطفى صفوده بالفلوتر شوت يعدي ويروح ويسجل ونقطتين كمان 20-18 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون في السكرين مع احمد اسماعيل وسكرين تاني مايكل في الميديم شوت، لكن لا ينجح في التسجيل. بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويقلب الملعب ليوسف شحاته، يوسف شحاته وادي ستيل واوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تغيير في صفوف الاهلي، ايهاب امين يخرج، محمد ابو النصر ينزل مكانه، هنريك رودل المدير الفني الالماني لنادي الاتحاد. يوسف شحاته لدومينيك جونسون، دومينيك لسه الكره مع دومينيك، يلف بارتكاس حلو قوي ويعدي وان ان وان، لكن هنا في فاول وتو شوتس على احمد اسماعيل. احمد اسماعيل اول الاخطاء الشخصيه، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال، وتو شوتس لدومينيك جونسون. نقطتين فارق لصالح الاتحاد، دقيقتين 23 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول 20-18. فري ثرو اول لدومينيك جونسون، دومينيك ينجح في التسجيل، يوسع الفرق الى 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد. دومينيك جونسون فري ثرو ثاني غير ناجح، بيبو في الريباوند لكن عمرو زهران يحاول معاها لا ينجح، تحصل الكره على طول عنده مصطفى صنفوده، يسلم ليوسف شحاته، دومينيك جونسون مره ثانيه، انس اسامه اللي عدى ارض الملعب في الوان ان وان، لكن هنا ووكن وترافلنج على انس اسامه وترن اوفر على نادي الاتحاد. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، وخرج يوسف شحاته، نزل مكانه يوسف شوشه، ضغط نادي الاتحاد، لكن هنا في فاول على مصطفى صنفوده، انايا فريلي يحتسب خطا شخصي وفاول على مصطفى صنفوده. مايكل تومسون يبدا الهجمه، مايكل اخر اقل من دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عمرو زهران، عمرو الجندي عفوا، جندي لسه الكره معاه، استلم السكرين على طول من احمد اسماعيل، يقلب الملعب لابو النصر، ابو النصر لاحمد اسماعيل في الوان ان وان مع انس اسامه، واحد على واحد اسماعيل، سيطر على الكره ويلحقه ابو النصر، اخر الثواني لازم الاهلي يشوط، لازم الاهلي يشوط، عمرو الجندي بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل، وينجح معها في تسجيل فاول على احمد ابو العلا بيبو رقم 14 بتو شوتس طبقا لاشاره انايا فريلي، وتو شوتس لصالح عمرو الجندي. فاول على احمد ابو العلا بيبو، ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد، اولى الاخطاء الشخصيه على ابو العلا بيبو. تو شوتس، في تغيير حصل كده في نادي الاتحاد، هنشوف مين. الجندي على الفري ثرو الاول، عمرو الجندي ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 3 نقطتين. فري ثرو اخر لعمرو الجندي، يسجل ايضا ودي الفارق الى نقطه. يخرج عمرو الجندي، ينزل مكانه مروان سرحان. تغيير يجري السنيور اوجوستي، عمرو الجندي، تركيز تام من السنيور اوجوستي او الكوتش اوجوستي. ميدو طه يعود لارض الملعب او في اول مشاركه ليه، يتولى رقابه انس اسامه دلوقتي مروان سرحان، اوبن شوت 3 بوينت لبيبو لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو زهران في الديفنسيف ريباوند على طول، يلم ويطلع في الاول ذا واي، يقف عمرو زهران ويسلم لاحمد اسماعيل، مايكل تومسون يبدا الهجمه، مايكل في السكرين مع احمد اسماعيل، وادي مايكل على 3 بوينت، روعه الروعه مايكل تومسون، 3 بوينت رائعه يجعل التقدم اهلاوي 23-21. وادي هنا في ايه؟ في فاول على عمرو زهران، جوني باتيستا البورتوريكي، فاول يحتسبه على عمرو علاء زهران.
اولى الاخطاء الشخصيه لعمرو علاء، رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي تغيير جريه كوتش رودل بخروج انس اسامه ونزول هيثم كمال وعودته الى ارض الملعب مره ثانيه. اوتسايد مصطفى صفوده يسلم لميدو طه، ميدو في البنتريشن من البيز لاين يطلع كيك اوت لشوشه، شوشه يبدا الهجمه في الدرايف على طول يوصل ويروح لكن لا يسجل، يحاول معاها مره ثانيه وادي تخبط الكره في ايد شوشه تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي طبقا لاشاره اوسكار لوسيسا اللاتفي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. هل هنا هياخد التشالنج؟ لا خلاص. كوتش رودل لم يطلب التشالنج. مايكل تومسون اقل من دقيقه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل عدى مايكل تومسون خد السكرين الاول والثاني يسلم لمروان سرحان، مروان تحت الباسكت وادي جيف اند جو روعه لكن هنا في فاول في الاخير على يوسف شوشه لكن اداء رائع من احمد اسماعيل في الجيف اند جو شكرا للاعاده. ادي هنا عطاء له حلو قوي وادي يوسف شوشه والفاول والخطا الشخصي تجاه مروان سرحان. فاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح مروان سرحان. ثلاثة وعشرين واحد وعشرين مايكل تومسون يخرج من الملعب يعود او في اول نزول ليه عمر عزب يعود الى ارض الملعب تبديلة بدلا من مايكل تومسون. تو شوتس لصالح مروان سرحان. انا افريلي وجوني باتيستا 12 وكان التشيك على او المراجعه على رقم التيشيرت او رقم اللاعب اللي ارتكب الخطا وهو رقم 12 يوسف شحاته. فري ثرو اول ليه مروان سرحان غير ناجح. فري ثرو اول غير ناجح تظل النتيجه كما هي تقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين 23 21 46 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. فري ثرو ثاني لمروان سرحان. مروان ينجح في التسجيل. الحيازه لصالح نادي الاتحاد. يوسف شوشه يسلم لمصطفى حسام فوده، فوده يبدا الهجمه فوده. فوده يسلم ميدو طه في السكرين مع بيبو، عدى في البيك اند رول سلم بيبو في الفلوتر شوت ينجح في الميديا انه يسجل نقطتين ده الفارق الى فرق نقطه 24 23. عمرو زهران يبدا الهجمه ويسلم لمايك لعمر عزب. عمر لسه عمر معاه الكوره. عمر عزب 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. عمر في السكرين في الدرايف عمر تردد سلم لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل في الواحد على واحد يلف ويرتكز ويروح لكن هنا لا ينجح في التسجيل. مصطفى صفوده على او ميدو طه يروح في الدرايف يوصل ينجح في التسجيل عشان تاتي معها البازر تايم وصفرت انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم نادي الاتحاد 25 14. اعزائي المشاهدين 25 24 عفوا. أعزائي المشاهدين استراحة ما بين أحداث الكوارتر الأول والثاني ونعود إليكم سريعا بعد هذه الاستراحة. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين وبداية كلاسيكو وأحداث الكوارتر الثاني في كلاسيكو كرة السلة المصرية الأهلي والاتحاد جيم فور نهائي دوري 22 23. انتهت أحداث الكوارتر الأول بتقدم نادي الاتحاد 25 24 بفارق نقطة وحيدة عن النادي الأهلي. الحيازة التبادلية لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين، عمر عزب، مروان سرحان، احمد اسماعيل، شوف مين الخامس. اما نادي الاتحاد هيثم كمال، مصطفى فوده، يوسف شوشه، ونقول لحضراتكم الباقي اول ما يظهر في الكتب. ايهاب امين الحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي. ابو النصر سكرين لاحمد اسماعيل لايهاب امين اللي بيشغل مركز البوينت جارد دلوقتي. ايهاب يقلب على طول لمروان سرحان، مروان في الفيك ويروح في الدرايف وحاول يوصل لكن هيثم كمال بيعترضه بفاول وخطا شخصي تجاهه وتو شوتس لصالح مروان سرحان. هذه الاعاده واولى الاخطاء الشخصيه على هيثم كمال واولى الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد اللي ارتكب اربع فاولات اكثر من اربع فاولات في احداث الكوارتر الاول. فري ثرو اول ليه مروان سرحان. فري ثرو اول ناجح ياتي معها التعادل. لا
الاهلي في الكوارتر الاول 4 محاولات على الفري ثرو نجح في تسجيل 3، اما نادي الاتحاد 3 محاولات على الفري ثرو نجح في تسجيل محاوله وحيده. فري ثرو ثاني لمروان سرحان ينجح ايضا في التسجيل يجعل التقدم للنادي الاهلي. في هنا فاول، في هنا خطا شخصي وفاول، لكن ما شفناش على مين، هو على النادي الاهلي. والاوت سايد لصالح نادي الاتحاد. مصطفى صفو او ميدو طه عفوا يبدا الهجمه. ميدو لسه الكره مع ميدو. مانتومان النادي الاهلي، مانتومان النادي الاتحاد. ميدو طه في الترابات، كلمه السر في النادي الاهلي النهارده في حاله الفوز هتبقى الدفاع. مصطفى صفو ده يلف ويرتكز يروح على الباسكت، لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عن طريق مروان سرحان. ايهاب امين يهدب الملعب. ايهاب ينتظر سكرين من احمد اسماعيل وسكرين ثاني في البيك اند رول، سلم لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل لسه عايز يلعب واحد على واحد، يطلع ليه مروان سرحان في الاوبن شوت على 3 بوينت، لكن لا ينجح في التسجيل. ابو النصر روعه الروعه، اوفنسيف ريباوند ولا اروع من ابو النصر، ينجح في تسجيل سكند شوت على طول ونقطتين لصالح النادي الاهلي. كوتش هنريك رودل نبدا الحكايه من هنا، اوبن شوت مفتوحه خالص لمروان سرحان من اعلى نقطه من وسط عمالقه نادي الاتحاد بيبو وهيثم كمال، ينجح ابو النصر انه يلم اوفنسيف ريباوند رائع وسكند شانس تأتي معها نقطتين وتايم اوت للكوتش رودل. 28-25 لصالح النادي الاهلي، 8 دقائق 58 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فكر حضراتكم في جيم 1 فاز النادي الاهلي 69-62، في جيم 2 80-62 لصالح نادي الاتحاد، وجيم 3 58 الاتحاد 67 الاهلي. السلسلة الان 2-1 لصالح النادي الاهلي. تعليمات كوتش اوجوستي والكوتش رودل. افضل مسجلين حتى هذه اللحظات في الجيم 3 هو ايهاب امين 21 نقطه ليها على طول، عمرو الجندي 12 نقطه، اما في نادي الاتحاد كان انس اسامه على الراس توب سكورر او المسجلين اكثر المسجلين ب 13 نقطه، يليه على طول يوسف شحاته 11 نقطه. عمرو زهران تالق في الثلاثيات ب 8 محاولات نجح في تسجيل 4، ايهاب امين 12 محاوله نجح ايضا في تسجيل 4، نادي الاتحاد يوسف شحاته 7 محاولات نجح في تسجيل 3، ويوسف شوشه 3 محاولات نجح في تسجيل 2. اوتسايد اول كره في حيازه نادي الاتحاد، ضغط النادي الاهلي من اول ملعب مان تو مان. مصطفى عصام فوده مع عمر عزم، يعدي فوده قبل ال8 ثواني، ياخد سكرين من بيبو يسلم شوشه في الدرايف لوحده خالص، لكن هنا الكوره يقطعها على طول عمر عزب وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اتحاداوي. 3 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. فوده عايز يطلع انس اسامه يعود لارض الملعب مره ثانيه. ميدو طه في البيك اند رول مع بيبو، يوصل بيبو، يروح بيبو، لا يسجل بيبو، عمر عزب يحاول لكن تخبط في ايده وبتطلع اوت سايد طبقا لاشاره جوني باتيستا من بورتريكو. اوتسايد للاتحاد للمرة الثانية. فودة هيطلع الاوت. فودة لميدو طه في الميديم، ميدو من البيز لاين شوت لكن لا ينجح في التسجيل، زق الكرة كده، أبو النص توصل لمروان سرحان، مروان سرحان بيدور على إيهاب أمين، يبدأ الملعب إيهاب أمين في المركز البوينت جارد. بالتبادل مع عمر عزب، إيهاب أمين لسه الكرة مع إيهاب، مع انتمان نادي الأهلي. نادي الاتحاد عفوا، إيهاب في الدرايف يقف ويرتكز. ويطلع لابو النصر، ابو النصر في البيز لاين يروح على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل. بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لفوده، فوده يبدا الهجمه، يقف فوده يدور على انس اسامه، يلاقي انس اسامه، فلوتر انس اسامه لا ينجح في التسجيل، بيبو السكند شانس ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده يضيق معاها الفرق الى فرق نقطه لصالح النادي الاهلي. يبدا عمر عزب الهجمه للنادي الاهلي والاهلاويه. عمر عزب يسلم لمروان سرحان، هاند اوف مع مروان لعمر عزب، هاند اوف مره ثانيه لكن عمر عزب ذكاء شديد جدا يوصل ويروح ويهوش لكن لا ينجح في التسجيل، اوت سايد على طول لصالح نادي الاهلي. لكن ذكاء شديد، فيك رائع من عمر عزب كان تكمل بانه يسجل نقطتين. 7 دقائق 35 ثانية فارق النقطة ما بين الاهلي والاتحاد. هنا الدرايف كان رايح له انس اسامه علها عشان انس ما وصلهاش لكن بيبو في الاخير يزق الكره كده وبتطلع اوتسايد.
اوتسايد اهلاوي. مروان سرحان هاند اوف مع ايهاب امين، جاله سكرين مروان. ايهاب في الدرايف ميديم شوت، شوت نجح في تسجيل 2 بوينت جديده. ايهاب امين وسع الفارق الى 3 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. مصطفى عصام فوده يبدا الهجمه للاتحاد لميدو طه. علي محمد في التغييرات القادمه لرودل. وادي يشوشه في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط ليوسف شوشه، يجعل المباراة تعود إلى نقطة الصفر مرة ثانية 30-30. عمر عزب لمروان سرحان، لكن في الأخير الستيل كان عند أنس أسامة. يسلم لفوده، فوده يبدأ الهجمة ويسلم لبيبو. بيبو لأنس أسامة، أنس أسامة في الوان أون وان. أنس أسامة يطالب بتوسعة الملعب. أنس، أنس راح، أنس وصل، أنس لا يسجل، أنس يزق على طول. سيف سمير اللي عدل أرض الملعب في أول مشاركة ليه ويسلم لإيهاب أمين. إيهاب لسه، ايهاب ياخد سكرين من سيف سمير. ايهاب يعدي يقف ويسلم لسيف سمير. سيف سمير تحت الباسكت، لكن ينجح انه ياخد فاول بتو شوتس، وهنشوف اعتقد الفاول على شوفه مره ثانيه على ميدو طه. ميدو طه واول الاخطاء الشخصيه وثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد. سيف سمير على الفري ثرو الاول. فري ثرو اول لسيف سمير. فري ثرو اول ناجح لسيف. فري ثرو ثاني لسيف سمير. لا يسجل. انس اسامه في الديفنسيف ريباوند. يسلم لفوده. فوده ومعاه عمر عزب. فوده عدى بالسكرين من انس اسامه في البيك اند رول. انس، انس يسلم ليوسف شوشه في السكرين مع انس اسامه. يوسف شوشه يقف، ولكن هنا في فاول وخطا شخصي ونات كاونت. عنايه فريلي يحتسب الخطا والفاول على ايهاب امين. ايهاب امين وفاول والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. في صافرة من ترابيزة الحكام. كانت ملحوظة كده تلقاها جوني باتيستا. ميدو طه، ميدو في الدرايف، لكن هنا في ايه؟ في فاول على ابو النصر. خطأ شخصي وفاول على محمد ابو النصر. اوتسايد اتحداوي تاني. فوده هيطلع الاوت. فوده يسلم لانس اسامه، معاه مروان سرحان ضغط عليه من السايبر. مروان او عفوا انس اسامه بيدور على ميدو طه. ميدو طه لسه الكره مع ميدو. ميدو حاول يلعب واحد على واحد. ابو النصر مش سايبه. ميدو طه لسه ميدو، ويروح ميدو، لكن هنا كانت صافرة ال 24 ثانية كانت هي الأسرع من ميدو طه. على طول تقول الكرة لصالح نادي الأهلي. صافرة ال 24 ثانية وانتهى زمن الهجمة كانت هي الأسرع. أوتسايد أهلاوي. 31 للأهلي 30 للاتحاد، فارق النقطة. إيهاب أمين يتولى القيادة الفنية داخل الملعب كبوينت جارد أو كصانع ألعاب. إيهاب أمين ياخد السكرين على طول، يعدي يبص على سيف سمير. طلب السكرين مره ثانيه، وسع الملعب المره دي. ايهاب في 3 بوينت، ايهاب لكن قصيره، واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. فوده هيخرج في تغيير يجريه كوتش رودل، وينزل دولا احمد عادل. دولا، دولا يبدا الهجمه. دولا عمر عزب معاه، يتولى الكابتن. دولا يسيطر على الكوره، توصل ليه شوشه. شوشه يسلم لانس، انس في الهوك على طول ينجح في تسجيل نقطتين ومعها اند وان، ولكن الخطا هنا على مين؟ الخطا على عمر عزب. عمر عزب
أولى الأخطاء الشخصية، رابع الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي، بداية من الخطأ القادم تشوتس لو الأهلي ارتكب أي فاولات. في تغيير يجري كوتش أوجوستي، وأند وان لصالح أنس أسامة. أند وان لأنس، 5 دقايق و4 ثواني على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. أنس أسامة غير أند وان غير ناجحة. مايكل تومسون يعود إلى أرض الملعب بدلا من عمر عزب. مايكل 32-31 يسلم لإيهاب أمين. إيهاب تحت الباسكت، مروان سرحان مع أنس أسامة، عايز يلعب واحد على واحد. مروان يلف ويرتكز، يروح بالهوك وينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح نادي الأهلي، يجعل التقدم 33-32 لصالح الأهلي والأهلوية. دولا يبدأ الهجمة لنادي الاتحاد، يسلم لأنس أسامة، دفاعات قوية من الأهلي. ميدو طه على اوبن شوت، شوت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول مايكل تومسون في الفاست بريك لكن تعطل شويه، يسلم لايهاب امين. ايهاب في الدرايف يقلب الملعب لابو النصر، ابو النصر في البنتريشن يسلم لايهاب امين مره ثانيه. ايهاب في الدرايف ويطلع الكيك اوت، يروح على الاوبن شوت 3 بوينت مروان لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق دولا. دولا لسه دولا، درايف دولا يقف ويطلع لميدو طه. ميدو يبدا الهجمه، دومينيك جونسون ويوسف شحاتة على التغييرات القادمة، وادي ميدو طه في الباك لاب ينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه بداية الهجمة عند إيهاب أمين، سكرين من سيف سمير، تخبط الكرة في ايد دولة كده وترجع لإيهاب أمين مرة ثانية، سكرين ثاني من سيف سمير والباص حلو قوي، اسيست روعة وينجح سيف سمير في ترجمة اللعبة والاسيست الرائع في تسجيل نقطتين كمان يخلي الفارق المقدمة حمراء لصالح الأهلي بفارق النقطة 35-34 لصالح الأهلي والأهلوية. يعود علي إلى أرض الملعب في أول مشاركة ليه من نادي الاتحاد. دولا والأوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، وفاول وخطأ شخصي على مايكل تومسون. 3 رميات لأحمد عادل دولا. نشوفها مرة ثانية، أدي إيهاب أمين، كل الناس رايحة اتجاهها على مايكل تومسون، وفي الأخير لمح بطرف عينيه كده سيف سمير ينجح في تسجيل أسيست روعة الروعة لسيف سمير، وينجح في تسجيل نقطتين لكن يرد على طول بثلاث أخطاء، بفاول وخطأ شخصي على مايكل تومسون ب3 رميات حرة. دومينيك جونسون في تغييره جري كوتش رودل، وادي دولا على الفري ثرو الأول. بيسرو اول ليه دولا ينجح في التسجيل، تعود المباراة الى نقطة صفر مرة ثانية 35-35. دولا على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل، 36 للاتحاد 35 الاهلي. 3 دقائق 24 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. دولا فري ثرو ثالث لا يسجل، يلم على طول مروان سرحان، يبدا الهجمه عن طريق مايكل تومسون من الاهلي والاهلاويه. مايكل 1-2-2 بريس هاف كورت، مايكل يقلب الملعب في السكيب باس عند مروان، ترجع ثاني في الميدل لمايكل تومسون. مايكل بساط سريع للنادي الاهلي، قاطع مروان سرحان يسلم لسيف سمير، تتقطع في السكه لكن يلحق تومسون، تومسون في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول سيف سمير سكند شانس، تخبط في ايد ايهاب امين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت كوتش اوجوستي يطلبه، 36-35 لصالح الاتحاد، 3 دقائق و2 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ده الفاول اللي اتحسب الاخير، يعني لو نشوفه من زاويه ثانيه، لو نقدر نشوفه من زاويه ثانيه برضو، ده الفاول الاخير اللي تم احتسابه على مايكل تومسون. وشاط دولا 3 رميات حرة نجح في تسجيل 2 من أصل 3. احصائيات سريعه كده لاحداث الكوارتر الثاني، 4 محاولات للاهلي على الثري بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده، والاتحاد محاولتين، وادي هنا المحاوله الوحيده من مايكل تومسون، هي الثري بوينت الوحيده في احداث الكوارتر الثاني. اما نادي الاتحاد محاولتين على الثري بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده، النادي الاهلي على الفري ثرو 4 محاولات نجح في تسجيل 3، اما نادي الاتحاد
ايضا 4 محاولات على الفري ثرو نجح في تسجيل 2. عدد الاخطاء الشخصيه للنادي الاهلي توتال حتى هذه اللحظات اكثر من 4 اخطاء، اما نادي الاتحاد خطأين شخصيين حتى هذه اللحظات في التوتال. هيثم كمال اكثر لاعب دي من الكوارتر الاول بتاعت عمرو زهران اللي طلعت ونزلت، وادي عمرو زهران الثري بوينت الثانيه زي ما قلت لحضراتكم في الكوارتر الاول 3 محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت، نجح في تسجيل محاولتين الاثنين لعمرو زهران. ادي واحده من 45 والثانيه من البيز لاين. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي والاوتسايد لصالح الاتحاد. دومينيك جونسون هيطلع الاوت. مايكل تومسون يرتكب خطا شخصي وحيد حتى هذه اللحظات، دولا يسلم لجونسون هو اللي هيستخدمه كوتش رودل في مركز البوينت جارد رغم من وجود دولا وافودا. جونسون يطلب سكرين من بيبو، جونسون في البيك اند رول عند بيبو، يروح بيبو يوصل لكن لا ينجح في التسجيل، تخبط الكره كده وتروح لايهاب امين، ايهاب امين يبدا الهجمه ويسلم لمايكل تومسون. مايكل تومسون في بدايه هجمه للاهلي والاهلاويه، 1-2-2 زون ديفنس نادي الاتحاد. يلعب مروان سرحان لمايكل تومسون، بساط سريعه يستغل هنا الفراغات او السبيس تحت الباسكت لكن ابى ان يستغلها ابو النصر اللي بيشوط على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. دومينيك جونسون في ال1 ان 1 مع مروان سرحان يروح ويعدي يستخدم اللوحه وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد، 38-35 للصالح على الاتحاد. مايكل تومسون في بدايه الهجمه، مايكل لا ايهاب امين يهوش حلو قوي في الميديم شوت يطلع لمايكل تومسون، مايكل في الدرايف ويطلع كيك اوت لابو النصر، ابو النصر في الدرايف مره ثانيه كيك اوت لمروان سرحان، بساط سريعه عند مايكل تومسون اخر الثواني، مايكل تومسون 3 بوينت ولا اروع مع البازر تايم لل 24 ثانيه اجعل النتيجه هي التعادل 38-38. ثاني الثلاثيات في احداث الكوارتر الثاني لمايكل تومسون. دومينيك جونسون، دومينيك يعدي، دومينيك يقف في الميديم شوت يشوط يروح لكن لا تنجح في التسجيل. جونسون على طول او تومسون على طول عفوا ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه. مايكل تومسون، مايكل يعدي في البنتريشن يسلم ليه مروان سرحان، مروان هاند اوف مع مايكل تومسون واخد منه السكرين يطلب في السبيس كده للملعب 6 ثواني على زمن الهجمه، بيك اند رول مع سيف سمير، سيف لازم يلعب على الباسكت دلوقتي، مايكل تومسون، مايكل يقف في الميديم شوط راح لكن لا ينجح في التسجيل، انس اسامه ديفنسيف ريباوند من اعلى نقطه ويسلم لدولا 38-38 اقل من دقيقه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. دولا من تمان لا زال للنادي الاهلي. دولا بيبو راح له سكرين، عدى دولا في البيك اند رول مع بيبو، سكرينات ليوسف شحاته الذي عاد الملعب، هاند اوف ليوسف شحاته يروح عاها يوسف لكن لا ينجح في التسجيل، سيف سمير ديفنسيف ريباوند للبوب ايهاب امين، ايهاب لسه الكره مع ايهاب، لسه الكره مع ايهاب. ايهاب بيطالب بالهدوء، يبدا الهجمه من اول وجديد في اخر 15 ثانيه من زمن الهجمه. ايهاب امين ياخذ سكرين من سيف سمير لكن هنا دومينيك جونسون اوت سايد وفاول على دومينيك جونسون. ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد، اولى الاخطاء الشخصيه على دومينيك جونسون وتغيير. يخرج ابو النصر ينزل عمرو زهران. دفاعيا عمرو زهران سيتولى رقابه دومينيك جونسون. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه زمن الهجمه، 49 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. هذه الإعادة في الثانية الأخيرة، مايكل تومسون يظهر في الثانية الأخيرة بثري بوينت ولا أروع من كده. مايكل تومسون يسلم لمروان سرحان، يعود لمايكل تومسون مرة ثانية، درايف مايكل تومسون لمروان، مروان مستني سيف سمير تحت الباسكت لكن الهاند اوف على طول مع عمرو زهران، عمرو في الوان ان وان آخر الثواني، عمرو زهران يلف ويرتكب يسلم لكن هنا ووكن وترافلينج وتيرن اوفر جديد على عمرو زهران. اوتسايد للنادي الاهلي 40 ثانيه على انتهاء احداث او 37 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. دولا ما زال الاهلي في المان تو مان طريقه الديفنس زي ما قلت لحضراتكم، عمرو زهران مهمته الدفاعيه هي تولي رقابه دومينيك جونسون. دولا يسلم لانس اسامه، دومينيك جونسون
يستلم في الاوبن شوت طلع له على طول وعمل السويتشنج ايهاب امين، لكن في البيز لاين يشوط على طول يوسف شحاته ما ينجحش في التسجيل، يلم معها على طول ايهاب امين في الاول ذا واي، ايهاب 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 في الاول ذا واي، ايهاب ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده يخلي الفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. دوله في الدرايف هو كمان يطلع الكره، تومسون في الاخير يقف يشوط في البيز لاين، تاتي معها صفاره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بنتيجه 40 الاهلي 38 الاتحاد. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث على ان نعود اليكم سريعا، ونذهب سريعا ايضا الى الاستوديو التحليلي في انتظاركم ولا تذهبوا بعيدا. الكابتن هيثم السعيد، الزميل العزيز اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع، وعدنا اليكم مره ثانيه من خلال قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. احداث جيم 4 وبدايه احداث الكوارتر الرابع وانتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 40 38. توب سكورر النادي الاهلي حتى هذه اللحظات هو عمرو زهران برصيد 10 نقاط، اما يوسف شحاته في الاتحاد برصيد 7 نقاط. نادي الاهلي في التيرن اوفر ارتكب 4 تيرن اوفر او فقد للكره مقابل 3 الاتحاد، كان اعلى اسيست او التمريرات الحاسمه للنادي الاهلي 10 مقابل 7 الاتحاد. على الفري ثرو او الفاول شوتنج كان النادي الاهلي 8 محاولات في احداث الكوارتر الثاني الاول والثاني سجل 6، اما الاتحاد 7 سجل 3 على 3 بوينت. لكن خلنا مع بدايه المباراه. الحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد، دوله في بدايه الهجمه معاه انس اسامه دومينيك جونسون يوسف شحاته وهيثم كمال، اما النادي الاهلي عمرو زهران مايكل تومسون، عوده البيجو مره ثانيه وايهاب امين وعمرو الجندي. سكند شانس هنا و3 بوينت اولى غير ناجحه لصالح الاتحاد. يلم على طول مايكل تومسون في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه. مايكل يسلم لايهاب امين، ايهاب لعمر طارق، هاند اوف مع ايهاب، ايهاب لسه الكره مع ايهاب، يسلم ل مايكل تومسون في السكيب باس، يقف مايكل يشوط مايكل لكن يرتكب معاه يوسف شحاته اولى الاخطاء الشخصيه في احداث الكوارتر الثالث. يوسف شحاته اول خطا شخصي وتو شوتس لصالح مايكل تومسون. مايكل فري ثرو اول مايكل تومسون ينجح في التسجيل. فري ثرو الاول لمايكل تومسون يجعل التقدم احمر للاهلي والاهلاويه بفارق 3 نقاط. فري ثرو الثاني ايضا ناجح لمايكل تومسون. 42 38 4 نقاط فارق للصالح الاهلي والاهلاويه. دولا في بدايه الهجمه للاتحاد، دولا يسلم لانس اسامه، هيثم كمال في الوان ان وان تحت الباسكت يلف ويرتكز يروح، لكن البيج او يحاول معاها في الريباوند في البلوك لكن يحتسبها اوسكار لوسيس اللاتفي 2 بوينت والسكور لانها اعلى من الاسطوانه الوهميه طبقا لقرار اوسكار لوسيس. تم احتساب ال 2 بوينت وهنا لسه في كلام مع ايهاب امين، اعتقد هيتم الرجوع الى الاي ار اس. انايا فريلي واوسكار لوسيس هيشوفوا هيرجعوا للاي ار اس طبعا في التعديلات الجديده للاتحاد الدولي اللي هتطبق ان شاء الله في كاس العالم في شهر 9 القادم ان شاء الله. كل مدرب له واحد تشالنج ليه ان هو هيعترض على الكره لو شايف انها لمصلحته او ليه. ودلوقتي انايا فريلي واوسكار لوسيس في الاي ار اس على الاي ار اس تكمله لحضراتكم. كل مدرب ليه واحد تشالنج فقط طوال الجيم يعترض على كره، مثلا كره زي دي ممكن كوتش اوجوس يعترض عليها، والحكام من حقهم لو راوا ان الكره قرار غير مناسب يلجاوا هم ويروحوا للفار اكتر من مره. دي كره من الكرات اللي هيتم اللجوء اليها في الاي ار اس. هننتظر قرار اوسكار لوسيس وانايا فريلي مع الكابتن اسلام وحيد هو المتولي مهمه الاي ار اس النهارده، وتركيز من انايا فريلي
على فكرة الثلاث حكام أنايا فريلي وأوسكار لوسيس وجوني باتيستا قلنا قبل كده الثلاثة تم استدعائهم لكأس العالم القادمة المقامة في الفلبين واليابان وأندونيسيا لأول مرة، ومشاركة المنتخب المصري أول مرة تجمع بين ثلاث دول، ومشاركة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بإذن الله. كل التوفيق لمنتخب الفراعنة بقيادة الكوتش الكندي روي رانا، في انتظار قرار أنايا فريلي وأوسكار لوسيس. ما زلنا في انتظار احداث الاي ار اس. لو نعيدها تاني كده مخرجنا يعيدها لنا تاني لو امكن. لا زلنا في انتظار قرار أنايا فريلي وجوني او اوسكار لوسيس. اوسكار لوسيس وأنايا فريلي. شكرا للإعادة مرة تانية. ادي هيثم كمال بيروح وهنا واحدة واحدة كده، يعني لغاية دلوقتي ما مش شايف ان فيها لمس، لكن القرار الاول الاخير طبعا لحكامنا، القرار الاول الاخير للحكام. هنشوف أنايا فريلي واوسكار لوسيس البانامي واللاتفي في انتظار تقريبا عندهم نفس الحيرة اللي عندنا. هنشوف دلوقتي قرارهم ايه. طيب لحين انتهاء او اتخاذ القرار زي ما قلت لحضراتكم توب سكورر في النادي الاهلي هو عمرو زهران برصيد 10 نقاط، ياتي وراه ايهاب امين مروان سرحان والعمر الجندي برصيد 6 نقاط في احداث الكوارتر الاول والثاني، اما الاتحاد يوسف شحاته برصيد 7 نقاط ودومينيك وهيثم برصيد 6 نقاط. 7 محاولات لنادي الاتحاد على الثري بوينت، نجح في تسجيل 3 ابرزهم كان يوسف شوشه ودومينيك جونسون، اما النادي الاهلي 12 محاوله على الثري بوينت نجح في تسجيل 4 ابرزهم مايكل تومسون 2 وعمرو زهران 2. دي كانت ابرز النقاط اللي متواجده في من قبل لجنه الاحصاء بقياده الكابتن محمد البيسي اللي ارسل الينا على طول الاحصائيات السريعه لاحداث الكوارتر الاول والثاني، في انتظار قرار أنايا فريلي البانامي واوسكار لوسيس اللاتفي وحوار جوني باتيستا مع ترابيزه الحكام والكابتن اسلام حموده. ودار الحوار وشرح لتفصيله اللعبه مع السينيور اوجوستي. لازلنا في الانتظار. يعني يا جماعه في الكوره بتاخد ما بتاخدش اكتر من دقيقه والله. لسه في انتظار قرار أنايا فريلي واوسكار لوسيس. نشوفها تاني. شكرا لمخرجنا على الإعادة. يعني طب نشوف كده، نشوف قرار الحكام ايه. اوتسايد للاتحاد، اوتسايد للاتحاد. 11 ثانية متبقية او 14 ثانية فعلا لان الكرة لمست الرنج، 14 ثانية وزمن هجمة جديدة لصالح الاتحاد. تعود النتيجة كما كانت 38-42 لصالح الاهلي والاهلاويه. يوسف شحاته يقف زون ديفنس النادي الاهلي. يوسف شحاته لسه الكره مع يوسف، يقف على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند ويبدا هو في قاده الملعب ويسلم لمايكل تومسون. مايكل تومسون لعمرو الجندي، طلب السكرين من عمر طارق. عمرو لا زالت الكره مع عمرو، يسلم لايهاب امين. ايهاب لعمرو الجندي مرة تانية، عمرو في الدرايف واحد على واحد، عمرو يلف ويرتكز يروح بالهوك على طول يعدي لكن لا تنجح في التسجيل، يلم على طول أنس أسامة ويسلم لدومينيك جونسون، دومينيك في الكروس أوفر ويعدي واحد على واحد، يروح ويوصل لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على عمرو علاء زهران، تاني الأخطاء الشخصية على عمرو علاء وأولى الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي في أحداث الكوارتر الثالث. تو شوتس لصالح دومينيك جونسون.
دومينيك على الفري ثرو الاول. فري ثرو اول لدومينيك جونسون لا يسجل. فري ثرو تاني لدومينيك جونسون الامريكي. دومينيك لا يسجل ايضا، يلم على طول ويشيلها كده من على اول الحلقه عمر طارق، ويلم على طول ويسلم لمايكل تومسون. مايكل في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه، لكن هنا في صافره. هنشوف كابتن احمد الفلكي مراقب المباراه يستدعي اوسكار لوسيس اللاتفي. هل في حاجه في ال 24 ثانيه او في التايم نفسه؟ هنا في واضح ان في حاجه في ال 24 ثانيه، بس خلاص خد التمام وادى التمام لانايا فريلي وجوني باتيستا، وبدات المباراه مره ثانيه. مايكل تومسون، مايكل يسلم لعمرو زهران. عمرو معاه دومينيك جونسون، بيلعب واحد على واحد في البهايند باك، يلف ويرتكز سلم لعمر طارق. عمر طارق في ال لا ووك مخالفه المشي والكره، ووك وترافلنج على عمرو. عمر طارق ترن اوفر على النادي الاهلي، لكن باصة حلوة من عمرو زهران. وادي التيرن اوفر. ووك على عمرو زهران، بداية الهجمة عند أنس أسامة، يسلم لهيثم كمال في الواحد في الجيف أند جو. أنس أسامة يقف ويروح بشماله، لا ينجح في التسجيل، يلم على طول إيهاب أمين، يبدأ الهجمة إيهاب. إيهاب ينتظر السكرين من عمر طارق، يروح في البيز لاين، يقف في الميديم شوت بالستيب باك، لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند هيثم كمال، ويسلم لاحمد عادل. دولا في الدرايف في الواحد على واحد، يسلم لهيثم كمال، يقف ويهوش، يحاول يعمل الدرايف ويسلم لانس اسامه في الاليوب، ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده. ده الفارق واول نقاط الكوارتر الثالث، اول نقاط الكوارتر الثالث سواء الاهلي او الاتحاد. ده الفارق الى نقطتين. وادي فاول وخطا شخصي على دولا، تاني الاخطاء الشخصيه على الاتحاد، اولى الاخطاء الشخصيه على احمد عادل. دولا اوتسايد اهلاوي، عمرو زهران على الاوتسايد. عمرو سلم للجندي، ايهاب امين يخرج من السكرين، قطعله عمرو زهران في الباك لياب. روعه الروعه، اسيست اجمل من كده، احلى من كده ما فيش لعمرو زهران في الباك لياب، ينجح في تسجيل 2 بوينت بعد هروب من رقابه دومينيك جونسون. دولا ياخذ سكرين من هيثم كمال، يعدي دولا في البنتريشن، يروح ويوصل، لا ينجح في التسجيل. تراي كده على الباسكت ومحاولات تخلص عند عمرو زهران، وادي هنا فاول على، هنشوف الفاول على مين، لكن عمرو زهران قدر انه ينجح في الديفنسيف ريباوند. ونشوف الفاول مره ثانيه بذكاء شديد، يوسف شحاته ياخذ من يوسف شحاته فاول، ثاني الاخطاء الشخصيه على يوسف شحاته، ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد. اوتسايد للنادي الاهلي. مايكل تومسون يستلم مع يوسف شحاته، ضغط عليه. عدى يوسف او عدى مايكل تومسون عفوا. مايكل يبدا الهجمه. يروح بالسكرين ناحيه عمر طارق. مايكل يقف يسلم لايهاب امين، ايهاب يهوش على 3 بوينت، ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول انس اسامه في الديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه في الاول زاوية، يسلم لكن هنا يتلخبط كده وتيرن اوفر وباد باص من انس اسامه، تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اربع نقاط فارق لصالح النادي الاهلي، 44 40 6 دقائق 36 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون بوينت جارد النادي الاهلي، مايكل الامريكي صاحب ال 32 عام. مايكل تومسون في سكرين مع عمرو الجندي، مايكل لسه مايكل يدور على السكيب باس على طول، يسلم لعمرو زهران. عمرو زهران في الثري بوينت لا ينجح في التسجيل، يزق ايهاب امين لكن توصل في الاخير ليوسف شحاته. محاولتين النادي الاهلي على الثري بوينت لا ينجح في تسجيلهم، مقابل محاوله وحيده النادي الاتحاد لا ينجح ايضا في التسجيل. يوسف شحاته يسلم لانس اسامه، هاند اوف مع دولا. دولا ياخذ السكرين من انس، عدى دولا
مستني البيك اند رول لكن يوصل في الاخير الى دومينيك جونسون. دومينيك لايسم كمال يسلم لانس اسامه في الثواني الاخيره من عمر الهجمه. دومينيك جونسون على الاوبن شوت ينجح في تسجيل 3 بوينت لصالح نادي الاتحاد. ده الفرق الى فرق نقطه وحيده لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. 5 دقائق 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون يقلب الملعب على طول في السكيب باس ليه عمر طارق. هاند اوف مع ايهاب امين. سكرين يعدي ايهاب. ايهاب لسه الكره مع ايهاب. يسلم لتومسون. تومسون في الاوبن شوت عايز يرد ينجح. مايكل تومسون في تسجيل 3 نقاط يوسع الفارق مره ثانيه الى 47-43. 4 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. يبدا الهجمه. دومينيك جونسون من الاتحاد يمسك هو الملعب. هو اللي تولى البوينت جارد. بيك اند رول مع انس اسامه بالفلوتر شوت. انس ينجح انس في تدقيق الفرق الى نقطتين 45-47. انتصاف احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون عدى مايكل في بدايه الهجمه. مايكل تومسون يسلم لعمرو الجندي. عمرو في بوزيشن 4 يتولى رقابته هيثم كمال. عمرو يسلم ليه زهران في البنتريشن يوصل يعدي يروح في سن الحلقه يلم على طول هيثم كمال. لكن هنا في ايه؟ هل هنا فاول ولا جامبول؟ اعتقد انها فاول وخطا شخصي على عمرو زهران. فعلا خطا شخصي. ثلاث الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران اللي في جعبته ثلاث اخطاء شخصيه. سيف سمير يعود الى ارض الملعب بدلا من عمر طارق. ثلاث اخطاء شخصيه على عمرو زهران. خطاين على النادي الاهلي، خطا وحيد، ثلاث اخطاء على نادي الاتحاد. انس اسامه لهيثم كمال تحت الباسكت. هيثم حاول يلعب واحد على واحد مع عمرو الجندي يلف ويهوش ويروح بشماله ينجح في التعادل 47-47. وتعود المباراه الى نقطه الصفر مره ثانيه. بدايه الهجمه عند مايكل تومسون من الاهلي. مايكل يسلم لسيف سمير. هاند اوف مع سيف سمير لمايكل تومسون مره ثانيه. مايكل يعدي يروح بثري بوينت الشوط ينجح فيه انه ياخد فاول وخطا شخصي على دوله. ثاني الاخطاء الشخصيه على دوله. رابع الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد. ثلاث رميات وثلاثه فري ثرو لصالح مايكل تومسون. خرج دوله نزل فودا مكانه ومايكل تومسون على الفري ثرو الاول. ينجح مايكل تومسون في تسجيل الفري ثرو الاول. فري ثرو ثاني لمايكل تومسون ينجح ايضا في التسجيل. فري ثرو ثالث واخير لمايكل تومسون. تم تغيير دوله بنزول بخروجه ونزول فوده مصطفى فوده مكانه. لا تغيير في كوتش هنر كرودل يجري. وفري ثرو ثالث ناجح ايضا لمايكل تومسون. 3 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي والاهلاويه 50-47. 4 دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. دومينيك جونسون. دومينيك ينتظر السكرين. ايهاب امين يضغط عليه عدى بالسكرين من هيثم وبيك اند رول رايح وصل نجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. بدايه الهجمه عند ايهاب امين من نادي الاهلي. هو اللي هيبدا الهجمه في مركز البوينت جارد بالتبادل مع مايكل تومسون. وادي فاول وخطا شخصي على يوسف شوشه. ثاني الاخطاء الشخصيه على يوسف والتو شوتس لصالح ايهاب امين. ده الفرق الى نقطه واحده 50-49 لصالح الاهلي والاهلاويه. ايهاب فري ثرو اول لا يسجل. 6 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في احداث الكوارتر الثالث. نجح في تسجيل 5 اما نادي الاتحاد محاولتين لم ينجح في تسجيل اي محاوله منهم. فري ثرو ثاني لايهاب امين لا يسجل ايضا. حاول معاه سيف سمير لكن في الاخير هيثم كمال. ديفنسيف ريباوند يسلم لدومينيك جونسون. دومينيك في قياده الهجمه لنادي الاتحاد مركز بوينت جارد ياخذ السكرين يقابله عمرو الجندي في السويتش يسلم لهيثم كمال. هيثم يعمل بنتريشن يروح يوصل بشماله ينجح في التسجيل. لازم حد هنا يقابله. سيف سمير لازم يقابله.
يجعل التقدم للاتحاد في اول احداث الكوارتر، اول مره تقدم للاتحاد في احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين في بدايه الهجمه يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف يحاول يطلع، لكن هنا مخالفه الوكن والترافلين على نادي الاهلي، تيرن اوفر من عمرو الجندي والحيازه لصالح نادي الاتحاد. تغيير هيجريه كوتش اوجوستي، عمرو زهران يخرج ينزل مكانه بالنصر. والجندي يخرج ايضا وينزل مكانه مروان سرحان. مصطفى فوده من الاتحاد، 3 دقائق 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فوده في الكروس اوفر يعدي يستقبله كده على طول مروان سرحان ويعمل السويتش مع مايكل تومسون في الميس ماتش هنا. هيثم ومايكل تومسون يلف ويرتكز، مايكل تومسون معاه لكن بلوك ولا اروع، لكن فوق الاسطوانه الوهميه من سيف سمير يحتسب نقطتين، يوسع الفارق الى 3 نقاط، 53 50 لصالح الاتحاد. مروان سرحان هاند اوف مع مايكل تومسون، سكرين مايكل، لسه مايكل مع الكوره، مايكل يقلب الملعب لايهاب امين، ايهاب في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول فوده، يبدا الهجمه، يروح شوشه يطلع كيك اوت دومينيك لهيثم، في الاوبن شوت المره الثانيه لكن لا ينجح في التسجيل، ايهاب امين ديفنسيف ريباوند يروح ويهدى على ملعبه، 50 53 لصالح الاتحاد. ايهاب في بدايه الهجمه، ايهاب عدى لسه الكره معاه في الدرايف، يقف ويرتكز يطلع كيك اوت لكن اريها، هيثم كمال في تيرن اوفر وستيل من هيثم، وادي دومينيك في الاول ذا واي لكن ابو النصر اعترضوا بفاول وخطا شخصي يمنعه من الاند 1 وتو شوتس لصالح دومينيك جونسون. فاول على محمد ابو النصر، ثاني الاخطاء الشخصيه على ابو النصر، وثالث الاخطاء الشخصيه توتال على النادي الاهلي، وفري ثرو اول وثاني لدومينيك جونسون. ريسرو اول لجونسون. لا يسجل. وصل النتيجه 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد كما هي 53 50. ريسرو ثاني لدومينيك جونسون. لا ينجح في التسجيل ايضا. ايهاب امين يسلم لمايكل تومسون في بدايه الهجمه، دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، تقدم الاتحاد 53 50 ثلاث نقاط. سيف سمير معاه انس اسامه يلف سيم ويرتكز بالهوك يروح ويسجل نقطتين يجعل يدعي الفارق الى فرق نقطه وحيده لصالح الاتحاد. فوده يبدا الهجمه، فوده مان تو مان النادي الاهلي، يعدي فوده لسه معاه مايكل تومسون، هيثم كمان يهوش مروان سرحان يلحقه، يلف هيثم في الستيب باك يشوط لكن قصيره، ابو النصر على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون في بدايه الهجمه، اقل دقيقه و20 ثانيه تقريبا على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ابو النصر سيف سمير بيقول له سلمني، سيف للمره الثانيه، سيف بيلف سيف من البيز لاين، يا سيف روح يا سيف، عادي رايح سيف، لكن هنا ووكن وترابلين دفاع قوي من الاتحاد قدر يغطي شوشه الويك سايد او عفوا السترونج سايد ويرتكب سيف سمير مخالفه المشي بالكره. هيثم كمال ودومينيك جونسون يخرجوا، هنشوف مين اللي مكانهم نزل دلوقتي حالا. انس اسامه لفوده، فوده في بدايه الهجمه، بيبو نزل وميدو طه ايضا نزل، ميدو طه ياخد السكرين من انس اسامه يضغط عليه النادي الاهلي، يسلم الهاند اوف مع شوشه، ومعاه ايهاب امين، لسه شوشه يتولى زمام الكره، شوشه يعمل الدرايف يروح بالبنتريشن لكن هنا في فاول وخطا شخصي وهنشوف على مين، نمشي مع الحكم. ادي الاعاده مره ثانيه. هنا الفاول على مروان سرحان. أولى الأخطاء الشخصية على مروان سرحان، رابع الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي، والفري ثرو الأول ليوسف شوشة. فري ثرو أول ناجح ليوسف شوشة. أه
44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فري ثرو ثاني ليوسف شوشة لا يسجل. ديفنسيف ريباوند حاضر عند النادي الاهلي. كده النتيجة فرق نقطتين لصالح نادي الاتحاد. بداية الهجمة عند ايهاب امين. ايهاب يوسع الملعب. ايهاب في الدرايف. ايهاب يروح. ايهاب يسجل. ايهاب ياخذ الاند وان. ايهاب يجعل التعادل هو القائم في اللحظات الاخيره. ايهاب امين بدرايف روعه وفاول على يوسف شوشه. ثاني ثالث الاخطاء الشخصيه على يوسف شوشه والاند وان لايهاب امين. يخرج مايكل تومسون. لو زملائنا الاعزاء كده الساعه سريعا ينزل مكانه عمر عزب. يخرج مايكل تومسون وينزل عمر عزب والاند وان لصالح ايهاب امين. تعادل الفرقتين 54 54. 23 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. ايهاب امين على الاند وان. ايهاب واند وان ناجحه لايهاب امين يجعل التقدم للاهلي والاهلاويه بفارق النقطه. فوده يبدا الهجمه للاتحاد. فوده لسه الكوره يسلم لميدو طه. جاله سكرين بيبو لكن قرر ميدو يروح عكس السكرين. رد تاني لنص الملعب لمصطفى فوده. فوده في البنتريشن يسلم لانس اسامه. انس في الوان ان وان لكن تراجع يقلب الملعب على طول. سيف سمير ستير رائع. لسه الكوره مع الاتحاد في الثانيه الاخيره. خلاص زمن ال 24 ثانيه انتهى. يتبقى 9 ثواني 8 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. 8 ثواني متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ثمان ثواني والنتيجة تقدم الأهلي بفارق نقطة 55 54. عمرو الجندي يعود إلى أرض الملعب في تغيير يجري كوتش أوجوستي. نشوف مكان مين. استغلال لثلاثيات عمرو أو اللعب واحد على واحد يطلع بيه يعني البيج مان اللي هيمسك عمرو الجندي يطلعه كده بره الأركع والثري بوينت يقدر يلعب بيه عمرو الجندي في الوان ان وان ويعدي ويسجل للأهلي. ايهاب امين يقف. ايهاب يقلب الملعب لكن كانت صافره انتهاء البازر تايم وانتهاء الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 55 54. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع نعود اليها سريعا فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا ثاني اعزائي المشاهدين والفصل الاخير في احداث الجيم 4 والكوارتر الرابع. الفصل الاخير في احداث هذه المباراه. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي. ايهاب امين عمر عزب ابو النصر وعمرو الجندي وسيف سمير مروان سرحان عفوا والحيازه لصالح النادي الاهلي. اما الستارت اللاين اب لنادي الاتحاد اقول لكم عليه ميدو طه شوشه فوده ده اللي ظهر قدامنا في الكادر وضغط نادي الاتحاد وانس اسامه وبيبو. عمر عزب يستلم يبدا الهجمه. انتهاء الكوارتر الثالث بنتيجه تقدم الاهلي فارق نقطه 55 54. عمر عزب يسلم لايهاب امين. ايهاب طلب السكرين من سيف سمير راح عكس السكرين. وقف ايهاب الستيب باك في الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول بيبو ويسلم لميدو طه. ميدو يبدا الهجمه. ميدو طه سكرين في البيك اند رول يسلم انس اسامه لكن دفاع قوي من الاهلي ينجح انه يعمل تيرن اوفر من ميدو طه لصالح الاهلي. تقول الكره على طول في حيازه النادي الاهلي واوت سايد للنادي الاهلي. مروان سرحان يسلم هاند اوف مع عمر عزب. عزب لسه عزب مع الكوره يعدي نص الملعب. عمر عزب مروان سرحان هاند اوف مع ايهاب امين. ايهاب في 3 بوينت. ايهاب شوت. ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل. صراع على الكوره انتهى عند ميدو طه. روح في رايح في الاول ذا واي لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمر عزب. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي وتاني الاخطاء الشخصيه على عمر عزب. اوتسايد لصالح الاتحاد. اوتسايد فوده يطلع لميدو طه. مان تو مان لازال النادي الاهلي. لفوده مره ثانيه سكرين من انس اسامه. عدى فوده من الميدل راح بالفلوتر شوت علا لكن لا ينجح في التسجيل. بيبو في السكند شانس ينجح في تسجيل اولى نقاط نادي الاتحاد يجعل المقدمه للاتحاد بفارق نقطه 56 55. عمر عزب في قياده او البوينت جارد النادي الاهلي يسلم لايهاب امين.
ايهاب في نص الملعب ياخد سكرين من سيف سمير. ايهاب في الميديم شوت، ايهاب شوت نجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، يجعل المقدمه للاهلي والاهلاويه بفارق نقطه 57 56. ميدو طه في قاعده الهجمه للاتحاد ياخد سكرين من انس اسامه، يعدي ميدو لكن معاه ابو النصر يطلع الكيك اوت، لكن الستيل حاضر على طول من ابو النصر يطلع لايهاب امين. ايهاب ينتظر اللقاطع، استنى اللقاطع، يهدى ايهاب، يهدى ايهاب، بيقول لمروان سرحان انزل خد بوزيشن. ايهاب الواحد على واحد، ايهاب على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول مين؟ بيبو، سلم لفوده يقلب الملعب لميدو طه، ميدو طه لانس اسامه في الوان ان وان، انس في الكيك اوت على طول ليوسف شوشه، يوسف على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين. ايهاب يهدى بالملعب ويقود الملعب في مركز البوينت جارد بالتبادل مع عمر عزب. ايهاب لسه ايهاب مع الكوره، يتولى الكابتن ميدو طه في المان تو مان. ايهاب امين في الوان ان وان، عدى ايهاب في الدرايف، ايهاب طلع الكيك اوت لكن هنا في فاول وخطا شخصي على ميدو طه لاعب نادي الاتحاد. ثاني الاخطاء الشخصيه على ميدو طه، اولى الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد. مايكل تومسون يعود لارض الملعب بدل من ايهاب امين، وهيثم كمال ايضا يعود لارض الملعب بدلا من انس اسامه. اوتسايد للاهلي، عمر عزب يستلم هاند اوف مع مايكل تومسون، مايكل في سكرين مع سيف سمير، مايكل في الدرايف لكن هنا الكره يعني الطول منه كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي 57 56 لصالح الاهلي والاهلاويه. كوتش اوجوستي وتركيز عميق في حسم هذه المباراه باذن الله. فوده يبدا الهجمه، فوده يسلم لبيبو، هاند اوف مع ميدو طه، بيبو ميدو يعمل الدرايف يروح ويوصل بالباك لير ما ينجحش في التسجيل لكن الاهلي يبقى على طول من بيبو اللي ينجح في تسجيل نقطتين ودانك ويقف الملعب كده. هنشوف هل في قرار للحكم، يعني الثلاثه بيجتمعوا هم لكن بيطمنوا الاول على البورد مظبوط ولا لا. البورد مظبوط والاوتسايد لسه اوسكار لوسيس بيطمن على الملعب. نخلينا مع اوسكار لوسيس. اعتقد في قرار هيتم في هنا يعني تشاور كده ما بين اوسكار لوسيس اللاتفي وجوني باتيستا من بورتريكو وايضا انضم اليهم انا افريلي البانامي. هل هيتم هنشوفها مره ثانيه. ادي الدرايف او البنتريشن من ميدو طه في الباك لياب ما تجيش، يجي من ورا اعلى نقطه بيبو ويسجل ويمسك البورد او الحلقه وينزل بيها. هل هنا هنشوف فيه قرار؟ هنشوف. هيراجعوا الاي ار اس، هيراجعوا الاي ار اس. مراجعة الاي ار اس في هذا التوقيت، كابتن اسلام حموده طبعا هو المسؤول عن الاي ار اس. شوفوا مرة ثانية. ادي الفولو او الفولو دانك. مراجعة الاي ار اس، هيتم اتخاذ القرار الان. اوسكار لوسيس هيكمل اللعب عادي، هيكمل اللعب عادي والكرة في حيز نادي مايكل تومسون. يبدأ الهجمة مايكل 58 57 لصالح نادي الاتحاد. مايكل
في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه. مايكل تومسون فودا يتولى كابتن في المان تو مان، ياخد سكرين من سيف سمير يعدي لسه مايكل تومسون، مايكل سكرين تاني لسيف عدى عكس السكرين وقف على الثري بوينت، لكن هنا في فاول وخطا شخصي وثلاث رميات لصالح مايكل تومسون والفاول على احمد ابو العلا بيبو. تاني الاخطاء الشخصيه على بيبو وايضا تاني الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد. مايكل تومسون وثري فاول شوتينج لمايكل تومسون. مايكل تومسون وفري ثرو اول. مايكل فري ثرو اول ناجح. تعادل الفرقتين 58-58. مايكل تومسون والفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. فري ثرو ثالث لمايكل تومسون. 59-58، 6 دقائق 50 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. فري ثرو أخير لمايكل تومسون ينجح أيضا في التسجيل، ثلاث نقاط ينجح تسجيلهم مايكل تومسون. يخرج عمر أو سيف سمير، أعتقد هينزل عمر طارق ولا أحمد إسماعيل، ده اللي هنشوفه دلوقتي. دومينيك جونسون يعود مرة ثانية إلى أرض الملعب. روتيشن يجري كوتش هنري كرودل، وأدي فودة في بداية الهجمة. عمر طارق هو اللي نزل فعلا زي ما قلت لحضرتك. سكرين لهيثم كمان لمصطفى فوده، يسلم ليبيو بتاعت الباسكت، يلف ويرتكز مع عمر طارق، يروح بالفيدوي، لكن هنا عمر طارق يرتكب معاه فاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح احمد ابو العلا بيبو. ثاني الاخطاء الشخصيه عمر طارق عنده فاولين. وبيبو سلامات لبيبو، يعني نتمنى السلامه طبعا لكل لاعبتنا. بيبو يعني واضح كده ان في حاجه، نشوفه مره ثانيه. في التواء خفيف كده. سلامات لاحمد ابو العلا بيبو نجم نادي الاتحاد ونجم منتخب مصر، الف مليون سلامه على بيبو. قام الحمد لله بالسلامه. و60 58 لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق 36 ثانيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فري ثرو اول لبيبو. لا ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لبيبو. احمد ابو العيلة بيبو. ينجح في التسجيل احمد ابو العلا بيبو. هذه الفارق الى فرق نقطه في تغيير جري نادي الاتحاد. ضغط نادي الاتحاد، بريس فول كورت من اول الملعب. مايكل تومسون يعمل سكرين، يسلم على طول ابو النصر لعمر عزب لمايكل تومسون. يبدا مايكل الهجمه. عدي قبل الثمان ثواني مايكل. مايكل عدى فعلا قبل الثمان ثواني. مايكل تومسون. ضغط نادي الاتحاد، دفاعات قويه على النادي الاهلي. مايكل مايكل في الاوبن شوت 3 بوينت مايكل تومسون، لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول هيثم كمال ويسلم لميدو طه. محاولتين للاهلي والاتحاد على 3 بوينت، لم ينجح في تسجيل اي من المحاولات. وادي ستير رائع من مروان سرحان. مروان في الاول زاويه، راح مروان، نجح مروان، لكن هنا باسكت كاونت واند وان لمروان سرحان بعد ستيل اكتر من رائع ليه مروان سرحان. والفاول والخطا الشخصي نشوفه مره ثانيه. دفاعات في الدبل تيم هنا روعه من عمر عزب ومروان سرحان بفدائيه شديده وبجراءه يحسد عليها. مروان سرحان راح اعلى من الاسطوانه الوهميه، ميدو طاير يرتكب الخطا وانس اسامه يعمل بلوك وياتي معها الاند وان لصالح مروان سرحان. ميدو طاها الخطا الشخصي الثالث وثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد في التوتال، والاند وان لصالح مروان سرحان. اند وان لمروان. ينجح في التسجيل. اربع نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي، 63-59 لصالح الاهلي والاهلاويه. دومينيك جونسون يبدا الهجمه لصالح نادي الاتحاد. هاند اوف مع هيثم كمال لدومينيك جونسون، ياخذ سكرين من انس اسامه، يقابله على طول عمر طارق، يقلب
ملعب انس اسامه فاضي، يروح انس ينجح انس في التسجيل. هنا عمر طارق بيقول لهم لازم حد يغطي مكاني، انا طالع اقابل السكرين ووقف السكرين. مايكل تومسون يبدا الهجمه. مايكل لازال مايكل يمتلك الكره. مايكل تومسون ده الفرق الى نقطتين عن طريق انس اسامه. سكرين لمروان مايكل تومسون. مايكل يقلب الملعب في البزعه عند مروان سرحان. مروان وثري بوينت مروان لا ينجح في التسجيل. عمر طارق يلم لكن بوشنج وفاول على عمر طارق. عمر طارق ثالث الاخطاء الشخصيه، ثلاث اخطاء شخصيه على عمر طارق وانتصاف احداث الكوارت الرابع في هذه المباراه. دومينيك جونسون وعمر عزب يتولى رقبته. دومينيك يسلم لانس وهاند اوف مع انس. دومينيك جونسون ما زال يمتلك الكره. دومينيك غطى المره دي ابو النصر لكن هيثم كمال يسلم لانس اسامه. ينتظر يوسف شحاته. يوسف في الثري بوينت يشوط يروح لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند عمر طارق اللي بيسلم بدوره لمايكل تومسون. مايكل في بدايه الهجمه نزل له دولا عاد الى ارض الملعب مره ثانيه. اتولى رقبته ودولا يحصل وتومسون يحصل على خطا شخصي وفاول. احمد عادل دولا ثلاث اخطاء شخصيه واربع اخطاء شخصيه على نادي الاتحاد. اوتسايد للاهلي. تغيير وجري كوتش اوجستي عمرو زهران وياب امين في النزول بدلا من ابو النصر. وشوف مين داخل. خلينا مع الملعب دلوقتي. ايهاب امين. ايهاب في الدرايف. ايهاب يقلب الملعب مروان سرحان. مروان لعمر طارق تحت الباسكت لكن السير حاضر على طول عند انس اسامه. انس اسامه يسلم لدومينيك جونسون وعمر زهران يتولى رقبته على طول. لازم نفهم بقى على طول اوتوماتيك كده. دومينيك موجود عمر موجود. وادي الكيك اوت لدولا. دولا على الثري بوينت شوت لا ينجح في التسجيل وعمر زهران على طول في الديفنسيف ريباوند. خمس اربع محاولات لنادي الاتحاد على الثري بوينت لم ينجح في تسجيل ايا من المحاولات. ايهاب امين. ايهاب امين في الدرايف بيك اند رول مع عمر طارق. عمر طارق اطلع عمر زهران. عمر على طول يطلع ليه مايكل تومسون. مايكل يقلب الملعب لايهاب امين. ايهاب عمرو زهران في البيز لاين على 3 بوينت. عمرو زهران ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات لصالح النادي الاهلي في الكوارت الرابع. يوسع الفارق الى خمس نقاط وفاول على مايكل تومسون. ثاني الاخطاء الشخصيه على مايكل، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 3 بوينت في وقتها لعمرو زهران وسع الفارق الى خمس نقاط. الاوتسايد للاتحاد. 3 دقائق 49 ثانية، خمس نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي والاهلاوية. دولا يطلع لدومينيك جونسون مع عمرو زهران. دومينيك يسلم لأنس أسامة ويقف ويشوط على اوبن شوت لا ينجح في التسجيل. يحاول معاه أنس أسامة وينجح فعلا انه يبصيها لهيثم كمال في الجيف اند جو. أنس يوسف شحاتة. يوسف دبل تيم على يوسف تطلع لهيثم كمال. هيثم في الدرايف على طول في اخر ثانيه يروح بشماله لا ينجح في التسجيل. عمر طارق البيج او حاضر في الديفنسيف ريباوند وينجح انه يحسم الهجمه لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين في بدايه الهجمه. ايهاب لسه ايهاب مع الكوره. يوسف شحاته يتولى رقبته. 3 دقائق 20 ثانيه على انتهاء احداث هذه المباراه. ايهاب لسه الكوره مع ايهاب. يسلم في الجيف اند جو. ايهاب امين في 3 بوينت شوت ايهاب لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند انس اسامه. انس في الاول ذا واي طلع الكيك اوت لدولا وهاند اوف مع دولا مره ثانيه من انس. دولا لانس اسامه. انس يدور على هيثم كمال سلم لهيثم كمال فعلا واحد على واحد. هيثم كمال معاه مروان سرحان تحت الباسكت يلف ويرتكز بيمينه يروح يسجل واخد معاه اند وان والخطا والفاول على مروان سرحان. ثاني الاخطاء الشخصيه على مروان. رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. الفرقتين متعادلين في الفاولات 4-4. اند وان لهيثم كمال ده الفرق الى فرق 3 نقاط. واند وان لصالح هيثم كمال. هيثم والاند وان. ايهاب
ينجح في التسجيل. يدي الفرق الى فرق نقطتين وتايم اوت يطلبه كوتش رودل الالماني مدرب مدير فني نادي الاتحاد. احصائيات سريعه كده في احداث الكوارتر الثالث، اربع محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله، اما نادي الاتحاد ثلاث محاولات على 3 بوينت نجح ايضا في تسجيل محاوله. في الفري ثرو 8 محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل 6، اما نادي الاتحاد 6 محاولات نجح في تسجيل محاوله وحيده فقط. في الكوارتر الرابع دي بعض عادات الالعاب من بدايه الكوارتر الاول، شكرا للمخرجين على الاعداد الجميله. في بدايه احداث الكوارتر الرابع 5 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده عن طريق عمرو زهران، اما نادي الاتحاد 5 محاولات ايضا على 3 بوينت لم يسجل اي من المحاولات. في الفري ثرو الاهلي 4 من 4 في المحاولات والاتحاد 3 سجل 2. ثلاثيه مايكل تومسون وانتهاء التايم اوت. توتال فاولات على الاهلي وعلى الاتحاد 4 فاولات 4 فاولات، ايا من الفريقين سيرتكب ايا. ادي الثلاثيه اللي في الكوارتر الرابع عن طريق عمرو زهران من امام انس اسامه. اي فريق هيرتكب اي فاول بتو شوتس. عوده عمرو زهران عمرو الجندي مره اخرى، مايكل تومسون عمرو الجندي هاب امين عمر طارق، هنشوف مين الخامس. زهران دومينيك جونسون يوسف شحاته وتعليمات خاصه لنادي الاتحاد بالضغط على النادي الاهلي في اخر دقيقتين 43 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الرابع. ايهاب امين يسلم لمايكل تومسون، يبدا مايكل تومسون الهجمه. مايكل ضغط من يوسف شحاته جاله بسكرين كده معاونه عن طريق عمر طارق. مايكل تومسون لعمرو الجندي، هاند اوف مع عمرو الجندي. مايكل تومسون سكرين من عمر طارق، مايكل يقف 3 بوينت، مايكل راح سجل نجح في تسجيل في 3 بوينت، ابن شيكاغو البار 3 بوينت ولا اروع في توقيت ولا اجمل، يجمع يروح على طول التقدم للنادي الاهلي بفارق 5 نقاط. دقيقتين 17 ثانيه 69 64، دومينيك جونسون خلي بالنا من الراجل ده يشوط في سن الحلقه ما تجيش. تومسون ديفنسيف ريباوند ولا اروع، تومسون يعدي لسه، تومسون معاه الكوره، تومسون عدى فعلا قبل 8 ثواني مايكل تومسون. مايكل لسه، مايكل تومسون خد سكرين من عمر طارق راح في السايد، لكن اوفنسيف فاول على مايكل تومسون، اوفنسيف فاول على مايكل تومسون. اخر دقيقه و50 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الرابع والمباراه. دولا يعود الى ارض الملعب، دولا مان تو مان النادي الاهلي. دومينيك جونسون تولى رقابته عمرو زهران من غير فاولات من غير ما يشوط. وادي هيثم كمال ويحاول يلعب في الوان ان وان معاه عمرو الجندي، يروح ويلف بالهوك لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند بمنتهى الثقه والامان يعطيه للنادي الاهلي. عمرو زهران عمرو الجندي لعمرو زهران. ايهاب امين يستلم ويقود الهجمه، الضغط الان على مايكل تومسون واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. ايهاب امين، ايهاب في الدرايف، ايهاب في الدرايف يطلع لعمرو الجندي، عمرو الجندي وثلاثات عمرو الجندي لا يسجل، لكن هنا في فاول على ايهاب امين. فاول على ايهاب امين. وتو شوتس لصالح دومينيك جونسون. سيف سمير يعود الى ارض الملعب بدل من عمر طارق في تغيير جريج كوتش اوجوستي. اخر دقيقة و19 ثانية على انتهاء زمن المباراة. والتو شوتس لانس اسامة، عفوا مش لدومينيك جونسون. فري ثرو اول لانس اسامة لا يسجل. فري ثرو تاني لانس اسامه. لا ينجح في التسجيل. ايهاب امين ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند البوب. ايهاب امين، ايهاب يبدا الهجمه. دولا يتولى رقابته، عدى ايهاب، خلي بالك يا ايهاب، سلم لعمرو زهران.
عمرو زهران في الدبل تيم، عمرو ينجح في التخلص من الديفنس، يسلم لمايكل تومسون، مايكل يهدى يروح سكرين، سيف سمير في البيك اند رول، مايكل في الدرايف يطلع لعمرو، عمرو على الاوبن شوت في 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، سكند شانس حاضر عند سيف سمير اللي بيطالب بالهدوء ويسلم لعمرو زهران، عمرو يهدى على تومسون، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على انس اسامه، انس اسامه تو شوتس وفاول على انس اسامه، أربع أخطاء شخصية. خلاص تم الأهلي والاتحاد ارتكب العدد اللي أي فاول، خلاص تو شوتس، أنس أسامة وخطأ شخصي. كوتش أوجوست بيطالب اللعيبة بالهدوء، والتو شوتس لصالح عمرو زهران. لو زمايلنا في الإعداد كده نظرة سريعة على اللوحة أو السكور بورد اللي موجود في الملعب، 69-64 والثواني الأخيرة واللحظات الحرجة في احداث وعمر هذا الكوارتر وهذه المباراه. عمرو زهران والفري ثرو الاول. فري ثرو اول عمرو زهران. ينجح في التسجيل عمرو زهران. يوسع الفرق الى 6 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. عمرو زهران وفري ثرو ثاني. عمرو والفري ثرو الثاني لا يسجل. انس اسامه ديفنسيف ريباوند، 47 ثانيه 45 ثانيه متبقيه. دوله يعدي يقف يشوط في الاوبن شوت ينجح في التسجيل. يضغط نادي الاتحاد، ايهاب امين يديل الفارق الى 3 نقاط. ايهاب في الاول ذا واي راح بشمال ونجح في تسجيل 2 بوينت جديده. فينريك رودل على طول يطلب تايم اوت في الاخير لايقاف تقدم الاهلي، وتصبح النتيجه 72-67 لصالح الاهلي والاهلاويه. بيكند يعني ستيل رائع او بدايه هجمه رائعه بدات من عند النادي الاهلي. ايهاب امين في الاول ذا واي خد الملعب على طول من اول لاخره، راح حتى هنا دومينيك جونسون بيقول لهم ازاي يا جماعه، غفله دفاعيه استغلها ايهاب امين ونجح في التقدم وتعويض الثري بوينت اللي سجلها دولا. تايم اوت يطلبه كوتش رودن، و20 ثانية متبقية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. تعليمات كوتش أوجوستي، 5 نقاط فارق لصالح الأهلي والأهلاوية، 20 ثانية متبقية. عمر طارق 5 فاول لن يتم اشتراكه في الدقائق المتبقية أو الثواني المتبقية عفوا. نزل نادي الأهلي، سيف سمير، عمرو زهران، إيهاب أمين، مروان سرحان ومايكل تومسون، ده من نادي الأهلي. أما نادي الاتحاد دولا، هيثم كمال، يوسف شحاتة، دومينيك جونسون وأنس أسامة. طبيعي جدا هيلعب من منتصف ملعب النادي الأهلي، هيضغط النادي الأهلي في دفاعاته على نادي الاتحاد. 20 ثانية متبقية، آخر الثواني في أحداث وعمر اللقاء. دومينيك جونسون عايز يطلع الأول، ضغط النادي الأهلي، دومينيك هيلجأ للثري بوينت، حل ال3 نقاط، هيثم كمال يشوط ينجح في التسجيل، يضيع الفارق إلى فرق 2 نقاط. مايكل تومسون، مايكل لعمرو زهران، عمرو يعدي لسه الكرة مع عمرو، يسلم لمروان سرحان يقلب قبل ال8 ثواني، تروح عند ايهاب امين في الاخير، يوسف شحاته يعمل الستيل، لسه الكرة مع الاتحاد. دومينيك جونسون اخر 10 ثواني، دومينيك ياخد سكرين لهيثم كمال، ضغط النادي الاهلي، سيف سمير ضغط على هيثم، توصل لدومينيك جونسون مره ثانيه، دومينيك في اخر الثواني، دومينيك لسه، دومينيك شوت، دومينيك شوت، دومينيك لا يسجل دومينيك، وهنا يعلن النادي الاهلي بطل وفوز الدوري السابع للنادي الاهلي، فوز النادي الاهلي في جيم 4 3-1، لكن لسه المباراه ما خلصتش، فرق النقطتين وتبقى ثانيتين لسه. في هنا قرار، خلينا مع الحكام. انا افريلي، هل هيراجع الاي ار اس؟ اي ار اس هيراجعوا انايا فريلي مع اوسكار لوسيزا لادفي. لو
نظرة سريعة من زملائنا على السكور بورد. ومراجعة الاي ار اس، نقطتين فارق لصالح النادي الاهلي. خلونا مع الاي ار اس. هل متوقع عدد ثواني معينة أم ماذا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي في مراجعة الاي ار اس. أنا إفريلي وأوسكار لوزيز البنمي واللاتفي في مراجعة الاي ار اس. أنا إفريلي زي ما قلت لكم في له عدد لا محدود من المراجعات إذا أراد الحكم. خلينا مع الحكام هنشوف القرار إيه. رقم 6 فاول. رقم 6 فاول من الاتحاد، فاول على هيثم كمال، وتو شوتس لإيهاب أمين. تو شوتس لإيهاب أمين. هيثم كمال بيراجع القرار مع أوسكار لوسيل. لو لزملائنا الأعزاء كده نظرة سريعة على السكور بورد. جوني باتيستا في حوار وتشاور مع نافريلي. 6 أجزاء من الثانية، 72-70، 6 أجزاء من الثانية متبقية. وانا إفريلي اي ار اس مره ثانيه، اي ار اس مره ثانيه، واضح ان جوني باتيستا عنده ملحوظه، هيراجع ثاني انا إفريلي واوسكار لوسيس. لكن قرارهم الاول كان فاول على هيثم كمال، 6 اجزاء من الثانيه متبقيه على نهايه الكوارتر الرابع والمباراه. واوسكار لوسيس يعود، وانا إفريلي يعود مره اخرى للاي ار اس بعد وجود ملحوظة من جوني باتيستا من بورتريكو. أعصاب متوترة على كلا الفريقين. لازلنا في الاي ار اس المرة الثانية. اسلام كابتن اسلام وحيد بيعرض لهم الاي ار اس. لازلنا في انتظار القرار. القرار، ما هو القرار؟ تكنيكال فاول على 4 من الاهلي و4 من نادي الاتحاد. تكنيكال فاول على ايهاب امين، تكنيكال فاول على ايهاب امين، تكنيكال فاول على ايهاب امين. شوطه. هل في اوسكار لوسيس؟ خلاص بيطمن من إفريلي. شوطه وان شوت، تكنيكال فاول على ايهاب امين، وشوطه واحده. لا ينجح في التسجيل، لا ينجح في التسجيل يوسف شحاته، وتكنيكال فاول اخر على نادي الاتحاد بشوطه لايهاب، او تو شوتس عفوا، فاول لايهاب امين. اذا تم احتساب تكنيكال فاول على ايهاب امين بشوطه شاطها يوسف شحاته، وفاول على هيثم كمال رقم 6 بتو شوتس لصالح ايهاب امين. فري ثرو اول غير ناجح لايهاب امين. 6 اجزاء من الثانيه، 72-70 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني لنادي الاهلي عن طريق ايهاب امين. لا ينجح في التسجيل. انس اسامه يسلم، لكن هنا خلاص 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 اعلن رسميا فوز النادي الاهلي بالدوري السابع، الدوري السوبر لموسم 22-23. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك لكتيبه الماتادورز بقياده السنيور الاسباني اوجوستي جولبي بوش. تهنئه خاصه ورائعه من عمرو الجندي ونجوم الفريق لبعضهم البعض،
والذهاب الى بمعنويات مرتفعه ان شاء الله الى البال يوم 20 باذن الله. مليون مبروك، مليون 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 مبروك للنادي الاهلي في فوزه في السيريز على نادي كبير زي نادي الاتحاد، نادي مليء بالبطولات، بفوزه 3-1 في السلسله. الف مليون مبروك لكتيبه الماتادورز و السنيور اوغوستي جولب بوش. مليون مبروك للاهلي والاهلاويه، لكل جماهير الاهلي اللي بتتفرج علينا النهارده. فرحه الدور السابع الموسم الثاني على التوالي، ينجح السنيور في حصد اللقب الاغلى في مسيره النادي الاهلي. الف مليون مبروك تواجد الحاج محمد مصلحي رئيس الاتحاد، رئيس نادي الاتحاد، والدكتور مجد ابو فريخه، وايضا كابتن بيبو دائما وابدا داعم لكل الالعاب في النادي الاهلي، كبير العائله الاهلاويه الكابتن محمود الخطيب. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. يتواجد ايضا كابتن عمرو فاروق العمري، وادي السيلفي، وادي عمرو زهران، وتهنئه خاصه البوب ايهاب امين، وتهنئه خاصه من السنيور لعمرو زهران. ودلوقتي سريعا هنروح للاستوديو التحليلي بقياده القدير الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم الف مليون مبروك وإليك المايكروفون.